ما الحكم على من يقول أتوكل على الله لكن بلا عمل؟ بلا عمل ما يكفي التوكل على الله بدون عمل، لا بد من التوكل على الله مع العمل. نعم، الذي أمرك بالتوكل أمرك بالعمل، دل على أنك لا تستغني عن العمل. يعني تقول أنا متوكل على الله تترك الأعمال، هذا مثل اللي يأخذ التوكل يترك السبب. لا بد من الجمع بين التوكل على الله مع الأخذ بالأسباب. نعم.